اهلا بحضراتكم معانا مره اخرى. من كذا سنه كنت بقدم برنامج صباحي وكنت بنزل من البيت حوالي الساعه 4:30 الفجر. ليه بقول لحضراتكم الموضوع ده؟ لاني وانا نازله الساعه 4:30 الفجر واحنا في طريقنا للقناه كنا بنمر على اماكن فيها طوابير بدون مبالغه، الناس واقفه فعلا قبل صلاه الفجر قبل الاذان علشان تاخد انبوبه البوتاجاز، وكان تحديدا الناس اللي واقفه مش بس رجاله عشان يقفوا في الوقت المتاخر ده او حتى في شده البرد ده قبل ما النهار يشرق او قبل ما الشمس تشرق، كانت حتى الستات الحقيقة واقفة وبيحاولوا ان هم يعني زي ما بيقولوا ينتزعوا انبوبة بوتاجاز لو قدروا. هنا النهاردة لما بنتكلم في مشهد مختلف تماما، وهو مشهد بيكلمنا فيه الرئيس النهاردة وبيكلمنا فيه كمان الرئيس التنفيذي للشركة الأجنبية شركة إيني الشريك الأجنبي لنا في حقل زهر، لما بيكلم ان احنا ان شاء الله في 2018 تحديدا في يونيو او في يوليو على الأكثر هيكون في انتاج يومي 1 مليار قدم مكعب يوميا، ده بالإضافة لأنه في نهاية 2019 وربما قبل نهاية 2019 هيكون وصلت الإنتاجية ل 2.7 مليار قدم مكعب، وإن احنا بالفعل بنستهدف فيما بعد مرحلة الاكتفاء الذاتي. فاحنا هنا لازم نتوقف عند موضوع المشروعات العملاقة، المشروعات العملاقة اللي يمكن لما الرئيس اتكلم وقال في خطابه في مؤتمر حكاية وطن إن هي بلغت حوالي 11,000 مشروع، طبعا مش المشروعات العملاقة ككلها لأن المشروعات العملاقة والقومية يمكن دي عدد مختلف، لكن عدد إجمالي المشروعات ككل وصل 11,000. يمكن الناس كانت بتتساءل إيه هي المشروعات دي، ويمكن البعض حتى كمان أخذها محمل الدعابة ومحمل السخرية، لكن لما نشوف حدث زي ده النهاردة أعتقد أن ده أبلغ رد عما تحدث به الرئيس عن أهمية هذه المشروعات. إحنا كمان بدورنا النهاردة هنتكلم عن المشروعات القومية، هنتكلم عن مشروع حقل ظهر، وهنتكلم كمان بصيغة تحليلية لخطاب الرئيس النهاردة مع المهندس ياسر قورة مساعد أول رئيس حزب الوفد. شرفتنا يا فندم، أهلا بحضرتك معنا. مساء الخير. مساء الخير، أهلا بحضرتك معنا. والحقيقة يمكن في تساؤلات عديدة للغاية، لكن خليني أسأل حضرتك أول سؤال بيطرح نفسه. يمكن زي ما قلت في المقدمة، حضرتك كمواطن قبل ما تكون سياسي كنا بنشوف الحقيقة طوابير على البنزينة وطوابير على أنابيب البوتاجاز. النهاردة وإحنا بنتكلم لاستهداف الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في مصر، وإن إحنا إن شاء الله كمان هنستغل ده في الغاز المسال وأنابيب البوتاجاز والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي أو الصناعات البتروكيماوية والموضوع ده كله، حضرتك كمواطن شعرت بيه؟ طبعا يعني خلينا نقول إن مصر الشعب المصري كله عاش فترة عصيبة جدا اللي هي سنة 2012 تحديدا، والفترة 2013 اللي كان فيها معاناة من نقص الطاقة سواء كان في البنزين أو في البوتاجاز بأنواعه يعني. فبالتالي كانت معاناة كبيرة جدا بالنسبة للمواطن دنمرة واحد، أنه كان بيقف بالطوابير زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، كان بيقف بالطوابير على محطة البنزين وبالطوابير عشان ياخد أنبوبة بوتاجاز. فبالتالي كانت معاناة للناس كلها أنها تجيب أبسط الاشياء، انها يجيب انبوبه بوتاجاز عشان يعمل بيها اكل او يشغل بيها بوتاجاز او يشغل بيها سخان او يعني. فبالتالي احنا كنا بنتكلم في بديهيات الحياه. لما نتكلم النهارده انه في اكتشاف، والاكتشاف ده لازم نقول برضو هو ايه اسباب الاكتشاف، لان احنا دون ان يكون هناك ترسيم للحدود مع قبرص لم تكن تلك الاكتشافات لتكون النهارده موجوده، لانه صحيح. لما تبقى عندك الحدود البحريه غير محدده ما تقدريش حضرتك تخشي، لان كده خلاص هي بنسميها هي على الشيوع، ما فيش منطقه محدده اقدر اقول ان دي انا امتلكها ولا دي قبرص تمتلكها ولا دي اليونان تمتلكها. ما هي دول احنا ثلاث دول بنمتلك حدود بحريه مشتركه. فبالتالي كان لابد ان الخطوه الاولى اللي كانت موجوده هو ان احنا نعمل ترسيم حدود عشان يبقى عندنا محيط او منطقه محدده نقدر ان احنا نتعامل بيها ونقدر ندي بيها حقوق الاستكشافات البترولية أو الغازات والغاز، بحيث أنه هو يبدأ الشركات تشتغل وتنقب فيها وتبدأ تطلع ثروات لتبقى من حق الشعب المصري وتبقى دي ثروته ملكه. فبالتالي دي كانت أولى الإنجازات اللي حصلت، أنه لهذه الاتفاقيات أنه بدأت أنه اللي هو الإنتاج بتاع حقل ظهر النهاردة اللي بنقول أنه هو المفروض أنه هو يحقق الاكتفاء الذاتي 2018 ويحصل فايض 2019. لازم الناس تفهم يعني ايه فايض. فايض يعني ان احنا كنا بنستورد الغاز، فبالتالي ده كان عبء على الدولة، وكانت الدولة بتضطر تدعمه داخل من ضمن دعم الطاقة في موازنة الدولة، فبالتالي ده هيخف من العجز اللي موجود في الموازنة بتاع دعم الطاقة، وبالتالي بل بالعكس مش هيخف بس ده هيخف، وبيبدأ يدي لما نبدأ في 19 نحط فايض يبدأ يدخل كمان عائد إضافي للدولة، يبقى
يبقى في موارد للدوله تبدا انها تخش فيها وتحسن بيها خدمات، تبدا نبدا نفكر ساعتها ونبدا نتكلم مع الدوله في فكره خفض الطاقه وخفض انبوبه البوتاجاز، لان بقى عندنا الموارد من الغازات البتروليه، فبالتالي نقدر نكلم الناس ان دي سلعه استراتيجيه من حقنا ان احنا نستفيد بيها وان احنا نخفضها على المواطن المصري، ويبقى في الحاله دي لا الدوله بتتحمل دعم ولا بتصرف من الموازنه، وفي نفس الوقت المواطن بيستفيد انه خفضنا عليه التكلفه. فبالتالي احنا بنتكلم النهارده امام انجاز، انا شايف انه انجاز، طبعا انجاز هيحس بيه كل مواطن في البيت، بس مش عايزين الناس تستعجل النتيجه، لانه بطبيعه الحال الاتفاقيه اللي اتعملت دي كانت اتفاقيه، انا شايف ان اتفاقيه متوازنه جدا، لانه عاده في الاكتشافات البتروليه الشركه اللي بتنقب على البترول بيبقى ليها الحق انها تسترد القيمه اللي هي سددتها الاول في المصروفات بتاعه الاستكشاف، ثم تبدا يعني بيبقى النسب ما بتبقاش 50 50 من اول يوم، بتبقى النسب اعلى، بتبدا عاليه لصالح الشركه اللي بتنقب على البترول او الشركه صاحبه الامتياز، والدوله بتبقى اقل، ويبدا النسب دي تقل لغايه ما توصل الى 50 50 في خلال، على ما اظن في خلال 3 سنين او 4 سنين. اللي حصل عندنا ان النسب كانت يعني كانت فيها تعديل اكتر من كده، بحيث ان مصر كان لها نسبه اعلى من البدايه، فبالتالي ده اللي هيعمل التسارع في ان احنا هنبدا الحصه بتاعتنا يحصل ان الاكتفاء الذاتي يتحقق بسرعه وانه يحصل فايض بسرعه. فدي كانت طبعا انجاز انا شايف انه يستحق التقدير، يعني انجاز يستحق التقدير. اعتقد برضو كان في كلام الرئيس التنفيذي لشركه ايني النهارده نقطتين غايه في الاهميه برضو نقدر ان احنا ندرجهم تحت بند الانجاز، لما اتكلم وقال اولا ان احنا ما اشتغلناش لوحدنا، كان في شركات مصريه وكان في عماله مصريه طبعا. ودي جزئيه مهمه جدا الحقيقه بالنسبه لي وبالنسبه لاي مواطن الحقيقه بيحب مصر. والجزئيه الثانيه كمان لما اتكلم عن مفاوضات الرئيس معاه في الوقت، حقل زي ده كان المفروض الحقيقه انه يبتدي فيه الانتاج المبكر يمكن 7 ولا 8 سنين، لكن احنا اختزلناها لسنتين. فنتكلم في الجزئيه دي، اولا عنصر الوقت مش بس في المشروع ده، لكن حرص الرئيس على انه يكون عنصر الوقت مختزل في كافه المشروعات يمكن اللي شفناها حتى وتابعناها على الشاشات. ثانيا العماله والشركات المصريه. خليني اقول لحضرتك ان دي نقطه من النقط الايجابيه جدا للدستور المصري. ليه بقى؟ بمعنى لانه الرئيس السيسي كان بيسابق الزمن، وهو من ساعه ما بدا ومن ساعه ما مسك الحكم فهو عنده جدول زمني وبيصارع وبيسابق الزمن عشان يبدا يعمل انجازات والناس تحس بالانجاز بسرعه. لانه لما تبقى فتره الرئاسه موجوده النهارده الدستور محدد ان هم فترتين للرئاسه وكل فتره فيهم 4 سنين، فبالتالي بتخلي الرئيس عنده الزمن. انت شايفين احنا الرئيس النهارده لا يكل ولا يمل، فالنهارده هو بيشتغل بسرعه لانه عايز يعمل حاله التسارع دي، لانه عايز الانجاز يخش وعايز الناس تحس بالنتيجة، لأنه عارف أنه هو كان أمام تحديات أنه لازم يطلع قرارات اقتصادية عنيفة جدا وقرارات اقتصادية صعبة جدا، وكان هيبقى لها مردود على الناس قوي جدا، واللي احنا شفناه من الأسعار اللي زادت، ولكن في المقابل أنه هو بيعمل الشق الثاني. هو النهارده قال الحقيقة للشعب أنتوا ما فيش زيكم بالظبط. ما هو في المقابل إيه بقى؟ في المقابل أن المشروع اللي هو بيعمله المفروض الطبيعي في مشروع تنقيب زي كده عالميا موجود، والنتائج وده معروف أنه بياخد من 6 إلى 7 سنين عشان حقل زي كده يبدأ ينتج. فهو لما تفاوض مع الشركه على ان الشركه تبدا تزود في العماله، وانه ايه المساعدات اللي كانوا محتاجينها والشراكات الداخليه ان ممكن الشركات الوطنيه تبدا تخش معاهم زي شركات انبي وشركات اخرى دخلت معاهم، فبالتالي حصل حاله التسارع في الانجاز، وبالتالي وصل الى مرحله السنتين. يبقى الناس تبدا تحس بالانجاز بعد سنتين، بعد 3 سنين تبدا تحس، مش بعد 8 سنين تبدا تحس. فده بيخلي فيه حركه، يعني اللي حصل انه الناس النهارده هتحس بالمردود بشكل أسرع بكتير مما كان، والمردود على الاقتصاد هيبقى موضوع أسرع بكتير مما كان. فبالتالي من كل النواحي هذا التسارع والإنجاز، العالم كله النهاردة يعني ده يعتبر، أنا يمكن كان العالم كله بيتكلم إن النهاردة في وسائل الإعلام الأجنبية كلها إن الحقل ده، طبعا ده يعتبر إنجاز للشركة إنه تعمل بالطريقة دي وفي التوقيت ده، وإنه يعني ده يعني حدث يعني مسمع في العالم كله الحقيقة، الناس كلها بتتكلم إنه إزاي إنه في الوقت القياسي ده اتعمل الحقل ينتج الإنتاج ده. الحدث كان مسمع في العالم كله، وخطاب الرئيس النهاردة كان محط تأمل يمكن عموم المصريين الحقيقة. النهاردة يمكن من أولى الكلمات اللي نطق بها الرئيس النهاردة لما قال السداد والمديونية واللي بلغت حوالي 6.3 مليار، قال نسدد ولا نخلي الأسعار بسيطة وطيبة. ليه من وجهة نظر حضرتك الرئيس كان لازم يطرح حاجة زي كده؟ أنا مع فكرة المكاشفة والمصارحة،
يعني النهارده الناس مش فاهمه، هو لما الناس تحس ان تلاقي قدامها النتيجه، هي الناس بتبص دايما للنتيجه، النتيجه ايه؟ ان انا قدامي الاسعار زادت والغلاء جامد جدا وبقتش والمستوى المعيشه بقى عالي. طب ما هي لازم الناس تفهم برضو ايه، ما هي الالتزامات اللي موجوده على الدوله؟ ما هي الدوله عليها التزامات، عليها النهارده في قروض بتسدد، في منح النهارده كانت موجوده بترد، في النهارده ودايع لدول اجنبيه سندتنا في وقت من الاوقات فبالتالي احنا بنردها، في نادي باريس عندنا، في كل سنه لابد ان احنا في توقيتات معينه بنسدد القروض بتاعتنا. طب اذا احنا في التزامات خارجيه للدوله، فالناس لازم تبقى فاهمه انه احنا عشان نستطيع نستمر في فكره التصنيف الائتماني لمصر بشكل جيد، عشان نقدر ان احنا نقدر نتعامل مع العالم ويبقى في استثمارات بتيجي لمصر ويبقى نقدر ناخد عدد من القروض اللي احنا محتاجينها، لانه الاصل في الموضوع ان احنا ناخد منح ونبدا ان احنا نعمل انتاج، لكن في الاقتصاد دايما في بعض الاوقات بتحتاج ان حضرتك بتقترضي بشكل كبير وتبداي توقفي الاقتراض وبعدين تبداي تقلليه وبعدين تبدا الانتاج يزيد وبالتالي بتقدري تغطي احتياجاتك. الى ان نصل الى النقطه دي احنا محتاجين ان احنا عندنا اقتراض زي ما احنا بنعمل. طيب الاقتراض ده عشان انا لو انا تصنيفي الائتماني نزل وما سددتش القروض اللي عليا، يبقى معنى كده هيحصل حاله غلاء اكتر من هذا الكلام، لان انا اخد قروض بفوائد اعلى فبالتالي الاسعار هتزيد اكتر. فلازم كان الرئيس يصارح الناس انه كان ببساطه جدا انه كان ممكن ما يعملش يخشش في فكره اقتراض، ما يخشش في فكره سداد المديونيات الاضافيه اللي هي اللي زادت يعني من 36 مليار، احنا بنتكلم في 80 مليار، في حوالي 50 مليار او حاجه 40 مليار زادت في القروض وفي الديون. لكن هذا الكلام مردوده موجود فين؟ بيوري الناس ما هو احنا بنستثمر في مشروعات، مش واخدين القروض دي بنستثمرها استهلاكي، بمعنى ان مردوده هنشوفه بكره وبعده بالظبط كده. فهو بيوري الناس ان هو في مشروعات اتعملت، قد يكون الناس لسه مش حاسه بالمشروعات وده طبيعي. لما بتتكلمي حضرتك مثلا في البنيه الاساسيه، استثمارات بتروكيماويه، الاستثمارات دي عشان المصانع تنشا والصناعات دي تقوم وتبدا مردودها يخش جوه الاقتصاد القومي جوه الناتج القومي، بتاخد بالطبيعي لازم تاخد وقت. فبالتالي هو كان بيوري لهم ان احنا كان ممكن نعمل ايه؟ نسدد دي ولا نقعد ونكتفي بان احنا نوزع على الناس بعض الفلوس ونعيش، وكان ممكن الموضوع تبقى الامور تبقى هاديه جدا والناس مبسوطه والاسعار ما زادتش. لكن في الاخر اين التنميه؟ هو دور الرئيس النهارده ودور الحكومات اللي بتيجي ايه؟ هل ان انا النهارده الصم موضوع افضل احطه ان انا عندي مشاكل ما بواجههاش واحطها على جنب واخرج؟ لا، ده مش دورها. دور الحكومات سواء كان الرئيس السيسي او من ياتي بعد الرئيس السيسي او اي رئيس او اي حكومه، هي دورها انها تواجه الصعوبات وتواجه المشاكل اللي موجوده في الدوله وتتغلب عليها وتحققها، والا اسمه يعني اين النجاح؟ يعني كيف نسمي حكومه ناجحه وحكومه فاشله؟ التقييم بيبقى ازاي؟ وهو ده التقييم. هنا برضه مبدا المكاشفه في جزئيه مهمه، لما اتكلم وقال انتوا عارفين ليه قل قبل كده الاحتياط النقدي؟ احنا كنا بندفع شهريا يا فندم ولا سنويا؟ مليار و200 مليون. مليار و200. ده كان في مده زمنيه حوالي قد ايه؟ ده الطاقه. ده مليار و200 شهري. كان شهريا. شهريا. مليار و200 شهري، لانه ما كانش عندي اي تصدير، ما كانش عندي اي انتاج، كنت انا بستورد كل احتياجاتي من الطاقه وما كانش عندي اي انتاج اللي هي فتره ما بعد 2011 حتى 2013. تمام. فكان شهريا عندي مليار و200 مليون دولار بيدفعوا في الطاقه. طيب، ومناسبه ذكر الحكومه، النهارده الحقيقه الرئيس وجه شكر خاص لشريف اسماعيل وقال له تحديدا ان هو من افاضل الناس اللي شافها في حياته. وهنا كان السؤال، هل الشكر ده يا فندم شكر لاداء شريف اسماعيل في الفتره الماضيه، بمعنى ان هو مش هيكون معانا في فتره الرئاسيه الثانيه كرئيس للحكومه في فتره مره اخرى الرئاسه الثانيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا الشكر هنا معناه انه خلوا بالكم لا هو لسه هيكون مستمر معانا في الفتره الرئاسيه الجاية؟ هي لمحة ذكية الحقيقة من حضرتك فيها، لأنه هو فعلا الشكر اللي اتعمل النهاردة، لأنه يعني يمكن الحالة الصحية اللي مر بيها المهندس شريف إسماعيل يعني طبعا كانت واقعة صحية، ربنا يعني يشفيه ويعافيه منها. طبعا احنا يعني اتفقنا او اختلفنا مع المهندس شريف إسماعيل، نختلف معاه في سياسات، نختلف معاه في قرارات، ولكن لا نختلف معاه ابدا في انه رجل محترم، رجل نزيه، رجل بيحظى باحترام الجميع، باحترامنا كلنا الحقيقه. بالمناسبه هو اول من بشر بموضوع حقل ظهر يعني لما كان وزير بترول. فالحقيقه هو ما نقدرش نختلف، لكن اختلفنا وما زلنا وبنختلف مع المهندس شريف اسماعيل، وده امر طبيعي ان احنا نختلف في سياسات، في توقيتات، في طريقه اصدار قوانين، قرارات، ده طبيعي، ده امر وارد. ولكن
كون ان هو شال انه كان موجود في مرحله زمنيه يعني عصيبه جدا، ده لا يختلف عليه اثنين. لكن احنا كان اختلافنا مع المهندس شريف اسماعيل دايما في فكره التوقيتات، انه اليه التنفيذ، اليه اصدار القرار هو ده. لكن اظن يعني اظن انه ان النهارده كان الشكر للمهندس شريف اسماعيل، لانه اعتقد ان هو هيبقى يعني هي دي اخر فتره، لان هو بذل مجهود كبير، واعتقد بسبب الحاله الصحيه اللي هو فيها اظن ان هو يعني مش هيبقى موجود في الفتره الجايه، لان الفتره الجايه برضه هتحتاج يعني مجهود كبير من رئيس الوزراء اللي هيبقى موجود في المركز ده. تمام. بالنسبة لخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحقيقة مش أنا اللي بقول لك، إن حتى هو الرئيس شخصيا اللي قال أنا أول مرة أكلمكم كده. من وجهة نظر حضرتك، ليه الرئيس احتد النهاردة بالأسلوب ده، وليه وجه الرسائل دي؟ واسمح لي إن أنا أعتبرها رسائل، وأسأل حضرتك هي الرسائل موجهة لمين؟ لما بيقول تحديدا إنه ما تخلوش حد يضيعكم، ما تخلوش حد يضيع الاستقرار منكم، وأي حد هيلعب في أمن مصر حياتي أنا تمنها وحياة الجيش تمنها، كان بيقصد ايه بالكلام ده؟ وكان موجه رساله لمين تحديدا؟ هل عند الرئيس معلومات يمكن احنا ما نكونش على علم بيها يا فندم؟ اقول لحضرتك، يوم الثلاث امبارح صدر كان في مؤتمر صحفي من مجموعه من الاحزاب، كانت طلعت بيان بمقاطعه الانتخابات. خلينا نتكلم بقى هنا بقى بشكل واضح وصريح. هو انا النهارده يعني مشهد الانتخابات اللي كنا فيه في خلال الاسبوع اللي فات، ويمكن حزب الوفد كان طرف في هذا في الموضوع في الفتره في الايام اللي فاتت، في ترشيح للسيد البدوي وبعد كده تراجعوا عن الترشيح، قرار مؤسسي انه الهيئه العليا قررت انها لا تقود الانتخابات. ولكن بعيدا عن التفاصيل، مش عايزين ندخل الناس في التفاصيل دي، طبعا هي عاشتها واخذت منها وقت كبير وشافتها، الا انه المشهد الانتخابي طبعا بالنسبه للرئيس، وطبعا انا عارف ان المشهد الانتخابي لا يعني هو غير سعيد بالمشهد الانتخابي بشكل واضح يعني، وكان واعتقد ان الرئيس كان يتمنى ان المشهد يبقى اقوى من كده، ويبقى فيه حاله يعني تنافسيه اعلى من كده. فبالتالي فكره انه الرئيس لما كانت يعني كانت يعني موجوده في المشهد، انه يبقى فيه الاستفتاء على الرئيس بال5%، ودي دستوريا ما هي موجوده، دي مش حاجه احنا بنتكلم فيها عدم دستوريه ولا حاجه، ده الدستور نص على هذا الكلام. صحيح. ولكن خلينا نتكلم انه المشهد الخارجي يبقى شكله ايه، وده كان قلق الرئيس، اللي هو لما نيجي نتكلم، واحنا بدانا نشوف لما بدات الانسحابات المتعمده من بعض الناس في اخر لحظه عشان احراج الدوله واحراج الاداره المصريه كلها واحراج الشعب المصري كله، فكان هنا كنا في موقف لا نحسد عليه الحقيقه. والمشهد ده كان يعني استفتاء، يعني معنى كده انت عارفه طبعا طبيعه الناس لما بيبقى فيه مرشح وحيد، فاحنا هنقول طب ما هو الرئيس كسبان، تلاقي حجم الحضور يبقى في حاله التواكل اللي بتبقى موجوده دي، انه حتى لو كان مرشح واحد مش هيكون استفتاء، برضه هتكون انتخابات وفقا للدستور. ما هي 5%، الرئيس بيحصل على 5% من اصوات الناخبين، يعني بكام؟ 3 مليون. طيب هل الرئيس السيسي النهارده الفائز ب 26 مليون صوت في 2014 سيرضى ان يكون فائزا ب 3 مليون صوت في 2018؟ لا يمكن انه هيبقى هذا الكلام، ولا يمكن ان احنا كمان نقبل هذا الكلام. ليه؟ لان هنا الشرعيه الدستوريه تحققت، لكن الشرعية الشعبية السياسية ما تحققتش. الرئيس بيستمد قوته في التعامل مع الخارج والتعامل مع الداخل منين؟ بيستمدها من الظهير الشعبي الكبير اللي بيحظى بيه. لما النهارده بيبقى فايز ب 26 مليون صوت، يستطيع انه يقف قدام العالم كله بقوة وصد وظهره صلب ويتكلم باسم الشعب المصري. لما تيجي النهارده نكسر الرئيس، وانا بتكلم هنا في منصب الرئيس وليس شخص الرئيس، منصب رئيس مصر، الرئيس السيسي النهارده بيمثل جميع المصريين وبيمثل ثورة 30 يونيو. لما اجي اكسر ثورة 30 يونيو قدام العالم المتحفز لكسر الامن القومي المصري، هنا انا بدي فرصة لاهل الشر الاخرين اللي بره. ما احنا عندنا، فهو المنظومة كلها بتيجي تبص حضرتك عليها تلاقي ان فيها خطورة على الشعب المصري، وخطورة على مصر، وخطورة على الرئيس وعلينا كلنا. فبالتالي هو هنا بيتكلم انه في مخططات بدأت تتحط لكسر الامن القومي المصري ولكسر اراده المصريين. طيب هل احنا النهارده نقف متفرجين؟ لا، مش هنقف متفرجين. وليه ادعي دعوه النهارده للناس ما تنزلش الانتخابات؟ بالعكس، ده انا لما اقول النهارده في استفتاء، لو كانت حتى استمرت باستفتاء 5%، ده انا كان لازم ادعي الناس ان الاستفتاء اللي ب 5% دي، ان لازم الناس تنزل. انا عايز 20 مليون ينزلوا في الاستفتاء، لان ده تجديد
للثقه اللي بنديها للرئيس. بس اسمح لي هنا اتوقف مع حضرتك في جزئيه مهمه، لو صح كلام حضرتك بانه الرئيس ممكن يكون يتكلم الكلام ده ردا على اجتماع المعارضه بالامس، السؤال هو طيب ليه قال لو استلزم الامر ان انا اطلب منكم تفويض علشان اواجه الاشرار او قوى الشر انا هطلب منكم التفويض؟ لا ما هو ده جزء، انا بتكلم لسه في الجزء الاولاني، انه الدعوات اللي موجوده لكسر اراده المصريين، انها لاحداث حاله احباط عام، ان دي مش انتخابات، وانه الرئيس انه دي انه المشهد السياسي هزيل. المشهد السياسي هزيل، لكن احنا قدامنا اختيارين، نحافظ على البلد ولا نمشي ورا الدعوات المخربه للبلد؟ هو ده السؤال. هو انا النهارده لما انزل انتخابات، هو انا يعني حتى انا نزولي الانتخابات نفسه ده ممارسه سياسيه ديمقراطيه دستوريه، انا بمارس حقوقي وبحمي البلد في المرحله دي من اي مخططات خارجيه. لانه خلينا نتفق، في لما يحصل دعوات زي كده من الداخل، الخارج هياخدها، واحنا شايفين ان في قنوات اخوانيه شغاله، وفي سيناء فيها ارهاب، وعندنا مخططات من الجنوب من السودان، وعندنا من الشرق، وعندنا من ليبيا. يعني اذا البلد محاطه بالمخاطر، فبالتالي لما اجي كمان الاقي عندي في مخططات او في دعوات تخريبيه من داخل البلد، لن نقبل هذا الكلام بقى. دعوات يعني تخريبيه زي ايه يا فندم؟ ما هي دعوه عدم النزول للانتخابات دي دعوه تخريبيه، لان انا لما ادي فرصه، يعني هنا حضرتك شايف ان الدعوات التخريبيه مش شرط بالعنف، مش لازم بالعنف والتفجير، لكن ان احنا نظهر الدوله بصوره غير لائقه، تخريب المجتمع او تخريب الفكر، ما هو ده تخريب. ان انا اقول للناس النهارده ما تنزلوش انتخابات واحجموا عن نزول الانتخابات، طب اللي انت عايز ليه الناس ما تنزلش انتخابات؟ عشان افقد الرئيس شرعيه، ولا افقد الدوله شرعيه، ولا افقد مصداقيه الدوله، ولا افقد مصداقيه 30/6؟ انت ايه الهدف من هذه الدعوات؟ بالعكس، انا حتى وان اختلفت مع الرئيس، ما هو اصله انا ممكن اختلف مع الرئيس، بس ما اختلفش مع الرئيس على حساب الدوله. انا اختلف مع الرئيس في اطار انا اختلف معاه فيه، اختلف معاه في سياسات، اختلف معاه في توجهات، اختلف معاه في اهداف، اختلف معاه في توقيتات، كل ده نختلف فيه داخليا. لكن ان انا اوصل الموضوع انه يحصل انه يبقى فيه ابعاد خارج هذا الاطار غير مسموح بيه ولا نسمح بيه. يعني احنا لما النهارده لما حزب الوفد قرر انه ياخد الانتخابات في الفتره اللي فاتت، احنا ما كناش ناويين ناخد انتخابات. ليه؟ لان احنا ما كناش ناويين نشق الصف، مش لان حزب الوفد ما كانش جاهز ياخد انتخابات، بالعكس احنا النهارده حزب الوفد جاهز ياخد انتخابات بكره، ومستعدين ناخد انتخابات ونشكل حكومه ونشكل محافظين. عندنا النهارده حزب الوفد غير 2011، ولكن قدامنا اختيارات. فندم البعض بيقول ان انتوا حتى في الانتخابات البرلمانيه الاخيره ما حصلتوش عدد كبير من الكراسي. ما انا هقول لحضرتك، ما هي فتره البناء، يعني في 2011 لما حصل سقوط الحزب الوطني والفراغ السياسي اللي حصل في مصر، كان حزب الوفد غير جاهز لتولي مقاليد السلطه، فبالتالي انقض الاخوان على الحكم لانهم كانوا اكثر جاهزيه. هو غير جاهز برضه، هنا اسمح لي انا اسفه مش عايزه اكون مهاجمه، لكن الحقيقه غير جاهز سنه 2011 دي علامه استفهام. يعني حزب الوفد العريق اللي من سنه 1919 ما كانش جاهز للحظه فجائيه زي دي. اقول لحضرتك ليه؟ لانه حزب الوفد بدا يتحرك في 2010، ولما حصلت القرار التاريخي بتاع حزب الوفد، وكانت وان هو رفض انه يشارك في انتخابات 2010، حصل فقدان الشرعيه لبرلمان 2010، وكان نتيجته بدات تحصل ثوره 2011. هنا بدات الحلقه دي، الشراره اللي بدات تتحرك دي كانت بدايه حركه حزب الوفد. لكن ما قبل 2011 ما كان في تهميش كامل للاحزاب، الاحزاب كانت كلها يعني كلها عباره عن يعني ديكور للمشهد السياسي، لكن الحزب الوطني هو كان الحزب الحاكم، وبالتالي لم يكن يريد اي حزب اخر ان يكون موجود في المشهد. الناس بطبيعه الحال كانت بتبقى متجهه ناحيه العضويه الحزب الوطني والاتجاه ناحيه الحزب الوطني، مش ناحيه الاحزاب الاخرى، فبالتالي كان عندك ضعف في المشاركه السياسيه داخل الاحزاب، ضعف في العضويه داخل الاحزاب، فبالتالي كانت الاحزاب لسه ضعيفه، ما كانتش مؤهله لا كوادر ولا تمويل ولا تاهيل ولا اي حاجه خالص، فبالتالي 2011 كان المشهد ضعيف. النهارده في 2018، احنا بدانا من 2013، لان الحزب من 2011 حتى 2013 لم يكن له شيء غير ان احنا بنعمل على الارض، موجودين ضد الاخوان، يعني كل مصر كلها كانت بتشتغل لهدف، ما كانش الهدف هنا الاعاده الهيكليه بتاعت الحزب، اعاده الهيكل التنظيمي بتاع الحزب، ما كانش ده الهدف، كان الهدف مكافحه الاخوان. خلصنا من هذا الكلام بدايه من 2014، بدا الحزب يشتغل في اعاده البناء. لما ابدا اعاده البناء وانا داخل على انتخابات برلمان، فاحنا بدانا نجهز الحزب، دخلنا انتخابات برلمان. يكفي ان انا اقول لحضرتك ان احنا واخدين 36 كرسي بتكلفه 2 مليون جنيه. هل في حزب اخذ 36 كرسي في مصر ب 2 مليون جنيه؟
ما حصلش. يعني احنا سمعنا الارقام اللي اتصرفت قد ايه. فكره حضرتك انا عايز اكمل بس في حته صغيره خطاب الرئيس ولذلك هو بس عشان للاسف الوقت بيجري مننا، بس لو حضرتك طبعا عندك تعقيب سريع. لا 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 انا بس انا هقول يعني ولذلك الفكره كلها ايه؟ ان احنا عدم خوض الانتخابات عشان ما نحصلش شق صف، ان يبقى في الكتله الصلبه كتله 30/6 تنقسم لصالح مرشح اخر يبقى موجود داخل الانتخابات، تلاقيه هو اللي اخذ النهارده دخل اعاده مثلا مع 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 اي طرف من الطرفين، مع الرئيس او مع مرشح تاني. لذلك احنا قلنا ما نخشش الانتخابات عشان هذا الكلام. اذا اعلاء المصلحه الوطنيه ياتي فوق اي مصلحه لا حزبيه ولا شخصيه ولا اي حاجه. ليه؟ لان في الاخر احنا بندعم الدوله المصريه. نحن لا ندعم شخص، احنا بندعم كيان اللي كلنا عايشين فيه. اذا انهار هذا الكيان انهارت الدوله كلها، يعني معنى كده ان كلنا في ضياع، مش كده ولا ايه؟ فاذا نفس المشهد اللي احنا بنتكلم فيه، كيف النهارده يبقى في اصوات بتدعو للاحجام على الانتخابات، وانت تعلم جيدا، انت تعلم جيدا انتوا ناس سياسيين وتعلموا نتيجه احجام الناس على الانتخابات شكلها ايه، وهيكون المشهد في الخارج شكله ايه. طب احنا ليه بنعمل هذه المطالبات؟ طيب دول المجموعه الداخليه. المجموعه الخارجيه بقى اللي هو الرئيس بيتكلم عليها هو التفويض الاخر، هو انه اذا احتاج الامر، وده التفويض اللي بيتكلم عليه الرئيس، انه يعني يتصرف بشكل قد يكون عايز التفويض انه يلجا الى حل عسكري في بعض الامور، انه عايز ان هو يبقى فيه تفويض، انه ايديه تبقى يعني حره في التعامل مع بعض الكيانات اللي موجوده خارج مصر اللي بتعادي مصر، انه يعني هو عايز حريه زي ما خد التفويض ما قبل 30/6 او ما بعد 30/6، وعايز نفس التفويض مره اخرى لتجديد التفويض، ان هو يتحرك باسم الشعب المصري. هو التفويض شكلا قدام العالم هو حركه باسم الشعب المصري اكتر منها اداء، يعني اداء عسكري او اداء حاجه، لكن هو عايز انه الناس يعني الشعب المصري قدام العالم خرج مره اخرى لتجديد الثقه في الرئيس. هو عايز هذا الكلام من خلال صندوق الانتخابات. هو عايز الناس تنزل في الصندوق تديله الصوت وتقول ان احنا نحن نعيد تجديد الثقه في الرئيس، فامام العالم يعود الرئيس مره اخرى ليتعامل بصلابه وبقوه وبثقه امام العالم كله باسم الشعب المصري. لكن ما اقولش الناس ابدا ان هم ما تنزلش انتخابات، وما احجمش الناس ابدا، وما اسقطش الدوله المصريه، ما اسقطش الشرعيه السياسيه للرئيس ولا للحكم بالطريقه المطالب بتعمل بيها دي. نحن ضد هذا الكلام. حضرتك انزلي صندوق الانتخابات، قولي اختاري اي من الطرفين، او حتى ابطلي صوتك، مفيش مشكله، بس المشاركه. لو انت افرضي، ما هو في ناس النهارده ممكن تنزل الانتخابات لا مش عايزه الرئيس السيسي ومش عايزه المرشح الاخر، ما وارد، بس هل معنى كده ان انا ما انزلش خالص انتخابات؟ لا، انزل قول رايك، خليك ايجابي، حتى لو هتبطل صوتك بس نزلت وشاركت، مره هتبطل صوتك، مره هتختار، المره اللي بعديها هتبقى ليك مرشح، مفيش مشكله. المشاركه السياسيه اساسيه وده حق دستوري، ولابد ان احنا كلنا ندعم هذه الفكره في المرحله اللي جايه. طيب في خصوص جزئية مهمة جدا، لما قال ان اللي حصل من 7 ولا 8 سنين مش هيحصل تاني دلوقتي، من وجهة نظر حضرتك فسرتها ازاي؟ هو بيتكلم على الفوضى وركوب الاخوان، وان الدولة يعني انه كان في ان الدولة كانت يعني كانت في حالة ضعيفة شوية، المؤسسات كانت في حالة ضعف، النهاردة المؤسسات في حالة قوة، المؤسسة العسكرية النهاردة هي الحامية للدولة، مؤسسة الشرطة النهاردة الرئيس بيقوي مؤسسة الشرطة بشكل كبير، الفوضى اللي حصلت في 25 يناير وانهيار مؤسسة الشرطة اللي حصل في 28 يناير، هو بيقول انه الكلام ده يعني لن يكون ومش هيكون في تيار، برسالة واضحة بقى اللي هي الجزء المهم، انه تيار الاخوان لن يستطيع، او اي تيار ارهابي لن يستطيع ان يقود هذه البلد، او ان هو يعود الى السلطة، او ان هو يتمكن من مقاليد الحكم في مصر. دي كانت رسالة واضحة يعني. طيب بما ان حضرتك اتكلمت عن المرشح سين او المرشح صاد، الفترة الجاية ان شاء الله هيكون فيها تقديم الطعون، وتقديم الطعون هنا يمكن الناس عندها تساؤل بخصوصه، هل اي حد من المواطنين يا فندم يقدر يتقدم بطعون، ولا لازم المرشح سين هو اللي يقدمها ضد المرشح صاد والعكس؟ هو دي طعون للمرشحين ضد، يعني اذا كان المرشح هنا عنده من المستندات النامله، او ان كان في مستند بقى قانوني، يعني بنتكلم زي ما يكون يعني مثلا في حكم قضائي موجود ضد مرشح بيقدم للهيئه الوطنيه للانتخابات، لكن ما ينفعش يبقى في طعن من المرشحين عموما كده نتقدم بطعون، لا ما فيش طعون، لكن لو ممكن يكون في حكم قضائي مثلا بيتقدم للهيئه الوطنيه، لان ده حكم قضائي، ده حكم لازم يكون حكم قضائي بات.
يعني نقدر نقول ان في نوعين من الطعون، طعن داخل الهيئه الوطنيه للانتخابات ده من المرشحين بالزبط. وطعن موجه للمحكمه ده من المواطنين. ده ده ده, ده لو في حد، لو حد عنده مستند ليه صفه يعني عنده مستند ان هو بيقول ان هذا المرشح عليه حكم قضائي او عليه ما يدينه بقى في حكم جنائي، في قضيه باته، حكم مخل بالشرف، اي حاجه من الكلام ده. تمام. أنا طبعا كان نفسي أتكلم مع حضرتك أكتر من كده، وخصوصا في موضوع تراجعكم عن ترشيح السيد البدوي، لكن بما أنه للأسف الشديد الوقت أزف، فأنا هشكر حضرتك جزيل الشكر. المهندس ياسر أورا، المساعد الأول لرئيس حزب الوفد، شرفتنا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا للسادة المشاهدين. شكرا لحضرتك وشكرا للمشاهدين على متابعة أولى فقراتنا الحوارية. بعد الفاصل ختام فقراتنا النهاردة عن ملف السياسة الخارجية لمصر وأهم التحديات اللي بتواجه سياستنا الخارجية.